وادي حثن، حاء مضمومة فثاء مضمومة أيضا. قال سلمى بمقعد القرمي: إنا نزعنا من مجالس نخلة فنجيز من حثن بياض ألملم. يعتبر وادي حثن من أكبر روافد وادي ألملم أو ما يسمى حاليا وادي يلملم، وتجتمع في حثن سيول كثيرة، فأغلب سيول جبال الشفا شفا الطائف تنحدر إلى حثن ثم يلملم. ويتميز هذا الوادي بضخامته وسعة مجراه أولا ثم يضيق في آخره، حيث يدخل بين صوحين من الجبال العالية، ويسمى عند أهل المنطقة في هذا الجزء الصوح. والصوح كلمة عربية فصيحة تعني جانب الجبل القائم، وفي القاموس المحيط الصوح بالفتح والضم، حائط الوادي وأسفل الجبل. وقال قيس الهذلي: وكاد يوالينا ولسنا بأرضهم قبائل من فهم وأفصى وثابر. وقبيلة فهم العريقة هي قبيلة الشاعر الجاهلي ثابت بن جابر الفهمي المعروف بتأبط شر. ونلاحظ أن وادي حثن العظيم أو ما يسمى الجزء في يلملم بالصوح يضيق مجراه كثيرا، حتى أنه لا يتجاوز المترين فقط في بعض المواضع، وهو يسمى الصوح كما قلنا سابقا نظرا لوقوعه بين صفحات الجبال العالية والمنحدرة بشكل عمودي. ويبدو أن هذا الوادي كان ممرا يربط بين هذيل وفهم، وليس هو الطريق الوحيد. وجاء في معجم البلدان يلملم ويقال ألملم، والململم المجموع موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، وفيه مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال المرزوقي: هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث، وقيل هو واد هناك. قال أبو دهبل الجمحي: فما نام من راع ولا ارتد سامر من الحي حتى جاوزت بي يلملم.